فعم حارس رد بالموضوع، ايوه زي ما انتم شايفين ان هو من الجيم نفسه قال لك بقى ايه، انتوا بتطلعوا شعر عن عم حارس، فانا هاجي لكم الجيم بنفسي. وواضح كده ان هو بيستعد لبعد المعسكر. يا ريت على كده، ده انا خايف من عم على عم حارس من الفيديو، يعني قبل الفيديو انا ما كنتش قلقان على عم حارس، هي اشعه وخلاص يا عم حارس. عم حارس جرب كل اجهزه الجيم ما سابش حاجه وخلاص، يعني هو بيجهز نفسه واضح للاولمبياد كمان يعني. اكيد عايزين نفكر الناس ان عم حارس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حصل على 76 بطولة مع النادي الأهلي، يعني تقريبا بقى القطب الثاني في البطولات في مصر. احنا عندنا حاجة رائعة جدا، اي حد جوه النادي الأهلي ليه بصمة بيخلد ذكره وبصمته بتفضل محفورة، ودايما هتلاقوا اسمه بيتردد في حوارات كثيرة جدا في إعلامية او خارج الإعلام. عايزين كمان عم حارس بس نقول ان بس اللي هو له دايما جملة شهيرة كانت بيتم تداولها على السوشيال ميديا، ان النادي الأهلي بيتي وعزوتي، والنادي الأهلي لو وقع له 1000 أومة. ودي فعلا تاريخيا النادي الأهلي اذا فكر اذا مرة وقع لكن بالفعل له 1000 أومة، ودايما يا رب النادي الأهلي في انتصارات. والايام بتثبت ان النادي الأهلي نادي عظيم، كيان عظيم، كيان محترم، وجمهور النادي الأهلي جمهور عزيز وكريم. هاخد من رسالتك لو وقع عليه 1000 أومة ده مش بس النادي الأهلي،